اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الكوره مع الحياه مع ضيوفي ونجومي النهارده استاذ ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير جريده الكوره والملاعب. شرفنا فن النهارده. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. شرف بحضرتك ده مع التليفون اول مره حضرتك تشرفنا. انا سعيد اني بلتقي بيك النهارده. ده شرف لينا احنا فن. الاستاذ طارق عبد القادر المحامي بالنقد مشرفنا فن النهارده. اهلا بيك فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. مش كله تمام. انا اعرف ان الموضوع ده محاماه يعني جزء قانوني يرفع قضيه. حضرتك داخل مع المجموعه دي ليه؟ القصه ابتدت بعد ساعات من الانتخابات باتصال بيني وبين الاستاذ طارق. الاستاذ طارق ده صديق عمري يعني لا قصه محاماه ولا محامي بتاعي. هو محامي بتاعي طبعا يعني بيكسبني كل القواضي يعني بخلاف كده احنا اصدقاء من سنين عمر. فبعد يوم الانتخابات بالليل حصل تواصل بيني وبينه. كان في حاله من عدم الرضا على العمليه الانتخابيه بالكامل. كنا اتكلمنا مع بعض قبليها باسبوع ب10 ايام وارسلنا رسائل للطرفين اللي داخلين الانتخابات وقلنا لهم ان الانتخابات دي فيها عيوب كتير جدا اجرائيه، يا ريت ترجع للانتخابات شويه على اساس نصلح هذه العيوب، لان النادي الاهلي ما يصحش يكون فيه اجراءات او عوار او حد يطعن عليه بالبطلان. لكن لم يلتفت احد، لا الطرف ده ولا الطرف ده، يعني لا جبهه مهندس ابراهيم المعلم التفتت صراحه ولا المجموعه الثانيه ولا حتى اللي كان نازل مستقل ومن ضمنهم الكابتن مجدي عبد الغني. ما حدش التفت خالص، كله هروله لاجراء الانتخابات. وكانت النظريه قايمه في هذا التوقيت ان لو ما اجريتش الانتخابات او لو اعيدت مره اخرى الكابتن حسن حمدي هيستمر في موقعه ربما حتى اليوم او حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، زي ما بنشوف مع المهندس محمد فرج عامر في نادي سموحه، هو ما زال مستمر حتى هذه اللحظه رغم من انتهاء فتره ولايته. لما ما حصلش التفات ولقينا في عوار كبير جدا موجود في الانتخابات قررنا بغيرتنا على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما ينفعش ان يكون في عوار او بطلان. طبعا انا مش هزايد على اهلاويتي يعني بغض النظر ان انا المفروض ناقد رياضي، المفروض ان انا ما اظهرش انا اهلاوي ولا زملكاوي، لكن انا بتكلم بحكم تربيتي ونشاتي جوه النادي الاهلي. يعني انا تعرضت في 2001 يعني كادت حياتي انها ان انا افقدها في قلب بورسعيد، وعربيه جريده الجمهوريه كلها اتكسرت من جمهور بورسعيد في هناك بسبب انتمائي للنادي الاهلي. في 2002 في الاسماعيليه برضو قلت ان انا افقد حياتي بسبب لما كان الاسماعيلي بياخد الدوري في السنه دي بسبب انتمائي للنادي الاهلي. حاجات كثيره جدا لا داعي لذكرها، لكن حته المزايدات اللي بتتقال هذه الايام ان احنا ضد الاهلي وان احنا ضد استقرار الاهلي مساله بصراحه بقت مستفزه. لدرجه النهارده في خبر موجود في الاهرام وهي اكبر جريده موجوده بيقول ان هو بيمرر في الجمعيه العموميه ان هي لمجرد ان احنا رفعنا او استخدمنا حقنا القانوني في رفع قضيه ان المجلس الموجود عاوز يشطب عضويه 3 من رفع القضيه. هو طبعا ما حددوش اسماء عشان نكون منصفين، لكن يعني قمه المهزله ان انت مجرد ان انت تستخدم حقك القانوني ان انت تلاقي ناس بتسعى انها تشطب عضويتك. صعبه موجوده النهارده في الاهرام لو حضرتك قريتها وكاتبها الاستاذ محمود صبري زميلنا العزيز ان في 3 ان ابرز الاقتراحات المقدمه للجمعيه العموميه هي شطب عضويه 3 من اللي رفعوا القضيه.